قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على منا وطمنا على حاله الطقس. صباح الخير عليكي منى. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا فسان، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. النهارده معانا نشرات سريعه كتير على اسعار متوسط صرف العملات الرسميه والطقس وحاجات كتير. النهارده نبتدي على طول باسعار صرف العملات الرسميه. خلينا نبتدي مع بعض ب الدولار الأمريكي. سعر البيع 18.46 قرش للبيع، 18.36 قرش للشراء. اليورو 19.99 قرش للبيع والشراء 19.87 قرش. الجنيه الاسترليني 24 جنيه والشراء 23.87 قرش. الفرنك السويسري 19.77 قرش للبيع، 19.66 قرش للشراء. الريال السعودي البيع 4.92 قرش والشراء 4.89 قرش. الدينار الكويتي 60.57 والشراء 60.13 قرش. الدرهم الإماراتي البيع 5.02 قرش والشراء 4.99 قرش. اليوان الصيني البيع 2.90 قرش والشراء 2.88 قرش. نتحول بقى لمتوسط أسعار الذهب اللي سجلت معانا. سعر السوق لعيار 18.877 جنيه وجرام عيار 21 بيسجل 1023 جنيه، عيار 24 بيسجل 1169 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل النهاردة 8240 جنيه. ودلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط رياح على كل الأنحاء في الجمهورية. الطقس مشمس في شمال وجنوب الصعيد، ودرجة الحرارة النهاردة في القاهرة 26 درجة. أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة، والأقل هتكون في العريش 20 درجة.